سايكل يعني كاردياك 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 سايكل معناها قلنا انا قلتها لكم مره فاتت بسرعه بنسميها طبعا لو اديتولها بعضكم الدوره القلبيه زي قلنا في حاجه اسمها دوره نفسيه اسبيريتو سايكل اللي هو شهيق واحد اسبيريشن واحد برضه نفس الكلام هنا الدوره الكارديو سايكل دي بتمثل 1 بيت بتمثل مين؟ 1 بيت 1 بيت ضرب اللي هي اصلا عباره عن واحد سيستول واحد سيستولي واحد دايستولي جمع الامريكان فهمت حاجه؟ فهمنا يا جماعه يعني ايه يعني ايه وان كارديو سايكل اللي هي وان بي اللي هي معناها فتره اسمها سيستول يليها فتره اسمها دايستول احنا عايزين ندرسي حكايه الكارديو عايزين نشوف يا جماعه الايفنت ايفنت اللي هي الاحداث ايه الاحداث اللي بتحصل ديورنج الكارديو سايكل يعني اثناء ما القلب بيعمل سيستول طبعا انتوا القلب يا جماعه مش كله بيعمل قصدي انا كل لما اقول كده قصدي التو اتريا او مين يعني تو اتريا لهم وان سايكل وانتوا بنتك برضه لهم وان سايكل هم نفسها نفس الزمن بتاع الوان سايكل بتاع الوان بي بس الاتريا بيعمل مثلا سيستول في زمن معين وبقيه السايكل بتاعه دايستول البنتك نفس الكلام بيعمل برضه فتره سيستول وفتره دايستول فهو بيقول لك مثلا ودي ساعة سؤال بجيبه سهل جدا يقول لك هي الكارت سايكل مدتها قد ايه؟ اللي هي 1 بي الزمن بتاعها يقول لك 8 من 10 سنين 8 من 10 ده اللي جاي لمين؟ ده الطيب بتاع مين؟ 1 بي 1 بي 1 كارت سايكل 1 كارت سايكل طيب طب انا لو قلت لك ال 1 كارت سايكل اللي هي 1 بي 8 من 10 سنين اعرف اجيب النمبر اوف بيس في المينت؟ مش فاهمين السؤال ده؟ اعمل ايه؟ نضرب ولا نقسم؟ نضرب بس هي نقسم انا عايز اجيب عدد الضربات اقسم انا عايز اعمل كل ضربه لا هي 60 اقسم بيها على 60 على اللي مش هطلع العين 10 على 60 قصدك الدقيقه على دي الثواني على عدد على زمن الضربه؟ اه عشان نطلع عدد الضربات ماشي يا ولد انت متردده ولا واثقه من نفسك؟ انا بشككك انا ليك واثقه اه صح فاهم حاجه؟ يعني يا جماعه زمن الضربه الواحده 8 من 10 ثانيه لما تشوف الدقيقه فيها كام ثانيه؟ 60 ثانيه 60 ثانيه شوف بقى 8 من 10 ثانيه بالنسبه لل 60 ثانيه كام 8 من 10؟ فهمت حاجه؟ اذا ممكن نجيب مين؟ نمبر اوف بيتس نمبر اوف بيتس المينت ان انا اقسم 60 ثانيه على مين؟ 8 من 10 تطلع كام؟ 75 تقريبا 75 فهمتوا ولا لا؟ سهل ولا انتوا مش مالكم كده متفططين كده ليه؟ الدقيقه فيها 60 ثانيه ماشي الدقيقه هي الدقيقه مسافه او هي زمن وعايز اقسم بقى 60 سنه دول لمين؟ 8 من 10 8 من 10 اشوف بقى كام 8 من 10 في مين؟ في 60 سنه هيدفع عدد مين؟ عدد الضربات تمام؟ والعكس بقى المفروض انت عايز تجيب زمن كل ايه؟ ضرب اللي هو كارديو سايكل يعني المفروض انت عندك عدد ضربات وعندك طبعا اللي هو الزمن الدائري دي الزمن الدائري السوري يعني لو جبت كارديو سايكل دي بس ازاي؟ طيب كارديو سايكل من 75 ل 78 هنقسم 60 على كام؟ على 75 اللي هي الفالنتاين اللي هو 8 و10 اديني 8 و10 سكند سهله ولا سهله مش صعبه يعني ماشي طيب وخلي بالك الكاردياك سايكل قلنا سيستول مين؟ دايستول هتلاقي احنا دايما اتفقنا يا جماعه 2 اي 3 1 يونت 2 يونت مين؟ 1 يونت فعندك الفرق في اتريا سيستول اللي هو السيستول بتاع الاتريا دايستول بتاع الاتريا ممكن عندك في جنب كده
تأسيس طول 1.1 سكند. طيب لما هو 1.1 سكند يا جماعه بيت ال 8 من 10 ايه؟ 7 من 10 من 10 دي الكاردك سايكل سواء بتاع الاتريم او بتاع مين؟ فهيبقى الباقي كام؟ 7 من 10 سكند شطار. طب الفنتكل يا جماعه السيستول بتاعه 3 من 10 سكند يبقى الفنتكل كام؟ 5 من 10 سكند. واضحه ولا لسه؟ طيب لما اجي بقى ندرس يا جماعه الكاردك سايكل انا هعين شويه على الفنتكل احنا دايما بنقول بنهتم بمين؟ بالفنتكل خلاص؟ وكمان الفنتكل اللي هو الاصابه يعني لو انا كلامي كله على الفنتكل يبقى برضه نفس لو انا بتكلم على الاحداث الايفنتس اللي بتحصل في الليفت فنتكل هي برضه اللي نفسها اللي بتحصل في مين؟ بس في شويه اختلافات في الضغوط يا جماعه يعني هتلاقي دايما الضغط باليسار اعلى الضغط دايما في الناحيه اليسرى اعلى من الضغط في الناحيه اليمنى هتشوفوا هي طبعا الكارسايت في الاول اولها يعني بتخض كده لكن هي جميله سهل وبعدين تخيل يعني عايز تخيل دول وليس ابس هي بتحفظ لو حفظت مش اهم انتش منتش منتش لا رايح مش مال ولا يمين هتغلب والكارسايت على فكره ليس لها علاقه باللي فات يعني لو انت مش فاهم حاجه من اللي فات مفيش مشكله انا ممكن ابتدي منين؟ ابتدي في كارد باسكر سيستم هبتدي منين؟ كارد سايكل فأي فرصة لك وعايز تخيل كده يعني لما تجاوب أي سؤال فيها أو أنت بتقراها تقراها بتخيل تخيل الأحداث مش وأنا لما أجي أشرح لكم أنا هخليكم أنتوا الاثنين أنتوا اللي تقولوا إيه اللي يحصل قبل ما أنا أقول أنا اللي إيه اللي يحصل بدل ما أنا عمال بقى غير كده عمال أرد كلام لا أنا عايز إنتر أكشن يعني في تفاعل معاك هتلاقي طبعا في عندك اسماء كده يقول لك ايه؟ كارد سايكل مش عارف 7 فيزز من 7 مراحل كده. اسمائهم رخمه شويه ايسو لو موجود عندكم ايسو لومتري مش عارف كونتراكشن. وبعد كده حاجه اسمها رابيد ايجكشن وحاجه اسمها سلو ايجكشن فيز وبعد كده ندخل على الدايسول الدايسول اللي هو بتاع البنزين. هنلاقي في حاجه اسمها ايسو فوليومتري يا دكتوره في الصلاه نفس الصلاه نفس الصلاه. ايسو بلون انا بقول بس عشان اسمها يعني ريلاكسيشن فيز وبعد كده رابد فيلنج وبعد كده لو فيلنج وبعد كده حاجه اسمها افلكس ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ بصوا معايا كده انا لو جيت طبعا لما اجي يا جماعه لما اتكلم على الاحداث اللي بتحصل في الكارتكس كده بس انا بقول مثلا والله الضغط في الاتريوم اللي هو البريشر في الاتريوم اكبره ايه؟ البريشر في الفنتريك قلنا بقى سواء ليفت او رايت يعني واخبار الفالفز ايه يعني؟ الفالفز دي مفتوحه ولا مسكره ولا ايه؟ هي الاي في فالفز والسيميلونر فالفز اخبار البريشر في الاورطه او ايرطه والاخبار البريشر في مين في البلمونر البريشر بيعلى بيقل الفوليوم بتاع الفنتكل الفوليوم البلط اللي موجود في الفنتكل هل الفوليوم عمال يزيد ولا عمال ايه؟ يقل طب هل الفالفز دي زي بتتسكر بتعمل في القلب زي ما طلع حاجه اسمها ساوند هارت ساوند اصوات الصوت الاول الصوت الثاني الحاجه الثالثه بيحصل امتى؟ في هذه المرحله مثلا او كذا ببساطة كده تعالوا نشوف مثلا لو هقول ان الاتريوم بيعمل سيستول اللي هو اتريوم مين؟ اتريوم سيستول انتوا طبعا عارفين ان الفالفز دي اللي هي المايكرو الكاسمت مين؟ المايكرو مجرد ان هو بيفتحها 80% من الدم بينزل مين؟ الجرافيتي بس لكن محتاج بس ان انا اعمل سنتراكشن للاتريوم عشان افضي بيه اللي هم 20% الباقي واضحه؟ فتخيل كده مثلا ده الليفت اتريوم مثلا انتوا طبعا متخيلين الهارت مش يعني الهارت يا جماعه لو قلنا مثلا ده يا جماعه ده اللي هو الرايت ده اللي هو السوبر مين؟ ده كده وده الرايت اتريوم وهنا
الصمام بقى اللي هو اسمه ايه؟ ترايكازم صمام خلاص. وبعد كده عند مين؟ عند مين اللي هو طبعا ده البنتكل، ده المول بتاع البنتكل اللي هو مين بقى؟ انا بحاول يعني ارسم الهارت بشكل شيك طبيعي يعني غير البيين غير الرسمه الثانيه اللي كانت ده اللي هو البرمونارينيا مع البرمونارت البرموناري ارتي هنا ده اللي هو الاورطة او اللي هم بنطويها ايورطة ايورطة كانه ايو كانها ايو ايورطة ايورطة لكن الار كمان بيضيعوها للاسف سواء انجلش او سواء امريكان لو انتم متابعين افلام اجنبيه او حاجه زي كده او مقالات اجنبيه ده الار دي كانها سايلنت يعني يقول لك خطوط الجوال المصريه اللي هي ايجيبت اير يعني منطقه اير ايجيبت اير يعني كان الار دي كانها مش موجوده ايورتا ده مثلا هل اسمه ايوتا ايوتا عارف ايوتا اللي هو الدلع بتاع ايه هنا هتقول لك انا ايوتا ماشي ايوتا خلاص ماشي بس هل يقول لك ايوتا 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 ايه يا عمي ما في ارى موجوده هو كلها الامريكاني او مين او البريطاني المهم ايوتا او ايورتك ارض ايورتك ماشي المهم في بعد كده جه عندي مين عند الليفت مين الليفت بنت الليفت الاس الكلام عن طريق الفور مين فالمونري بيونس ماشي وهنا البارب بتاع اهوت بصوا معايا كده هنا البارب زي ما نسيب هنا يعني عشان نسيبها عندنا شويه تحس ان مين ده اللي هو المايتر ده مين ده الايورتيك بارب ده فتحس ان مين ان في مين الاثنين اللي تحت اللي هو مين ده الكسر ده اللي هي الايفي بارز بينما السيمي لونر الدولاب دي طالعه لمين؟ فوق ناحيه فوق ناحيه مين؟ فوق فهي عشان تتخيل كده يقول لك مثلا لو انا مثلا لو اي حد منكم مثلا حط اليمين هنا يا جماعه ده مثلا ترايكارد بول او مايكرو ماشي وده الاقلام دي اللي هي البلاد ماشي انتوا عارفين البلاد ده لما يجي يفتح بقى تلاقي مين؟ تلاقي الدم نزل مين؟ نزل لوحده ماشي بينما هنا بقى هنا لا هنا علشان ده يفتح لازم ازود الضغط علشان يفتح عشان مين؟ يفتح واضحه؟ وخلي بالك بقى ده بقى لما يجي يرد لما يجي المفروض ان الضغط هنا عالي انا عايز اسكر مين مثلا المايكرو لما نيجي نسكره مين يقوم جاي راجع لمين راجع لفوق ومين بقى اللي ما بيخليهوش يرجع لفوق بس يرجع قوي يعني اللي هي قلنا فيه هنا بقى اللي هي بتحتاج اسمها مين كورتيزون كورتيزون دي بتبقى مرخيه يعني هو لما يجي يفتح تبقى هي ايه ريلاكس لما يجي هو يسكر الناس تكون مشدوده تقوم مين مشدوده ومين اللي تشدها اكتر هي البروفيلا مين؟ مصر عشان ما تخلوش يا صاحبي اسمها انفيرشن او يحصل البلط يرد تاني وهنا هنا بقى على فكره بقى ده الاورت بارف ده البيرمو بارف طب احنا عرفنا ده بيسكر ازاي؟ كده
لا التاني ده عشان 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 يسكر يرجع، يعني هو كان كده يرجع كده، كان كده كان كده يعني. ده البنتري ده الايورتا في حاجه كان الدم بيدفع كده، فانا عايز اخليه يسكر ينزل يعني. تاني كان كده راح كده، فهمت حاجه؟ تاني كان كده يرجع كده، واضحه؟ خلي طب ايه اللي بيخليه يقفل بقى؟ احنا عارفين ان ايه اللي بيخلي ده يقفل؟ الضغط بيزيد يوم جاي مين رافع لفوق، ومين اللي بيخليه ما يردش اللي هو لكن هنا بقى يعني حاجه جميله جدا البلاد يا جماعه، لما طبعا الفنتري اللي هو بيعمل كونتراكشن بيضخ بلاد هي مفتوح، طب ازاي بيسكر؟ لما يجي بقى الضغط يقل هنا يقوم البلاد يرد، يعني ده يعتبر يا جماعه كانه جيب 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 كده، وده كانه جيب نفس الحاجه، فيقوم البلاد هو لما يرجع بقى يرجع من الارض يرجع يقوم يعدي يعدي جدا وجدا يوم مين؟ يوم 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 جايين قفل حاجه؟ يعني علشان ده يقفل لازم الدم مين؟ يرد، لازم الدم يرد من الاورطة او او مين؟ ده اللي هو السمين لونر خلاص؟ والقاعده والقاعده انت عارفها اي بلب يفتح لما البريشر اللي فوق منه يبقى اعلى من ايه؟ من اللي بعد منه والعكس يعني انت انت المايكرون ده يفتح لما يبقى البريشر في الاورطة اعلى من مين؟ ده نفس الكلام واضحه؟ ان ان انت المايترال لما يبقى البريشر في البنتكس اعلى ونفس الكلام هنا ونفس الكلام هنا امتى ده يفتح اللي هو الايورتيك؟ لما البريشر في البنتكس اعلى من الايورتيك او اعلى واضحه؟ وامتى يسكر؟ العكس لما يبقى البريشر هنا اعلى على واضحه؟ خلاص انتهينا من الكلمه دي؟ طيب نورمالي نورمالي انا بتكلم بقى دلوقتي على اللي هو الاتريال سيستم اللي هو الاترم هنقبض الاترم مين؟ هنقبض لما الاترم يا جماعه هنقبض انا دايما ما هاخد مين؟ هاخد اللي هو كان كان بتكلم على الليفت سايد صح صح معايا؟ وقلنا الاحداث بتحصل في ليبيا بتحصل فين؟ النبي صح صح معايا وعايز تخيل عايز تخيل ماشي طيب البنت الاتريا دلوقتي عمل حاجه اسمها اتريا مين؟ سيستم البلد ايه اخبار البلد ده؟ بيحصل له ايه؟ لما جاب بص معايا لما يحصل الكونتراكشن سواء الاتريا او البنت الحجم بيزيد ولا بيقل؟ بيقل في الحجم بيقل الحجم في علاقه بين الساعه والضغط لما الحجم يقل الضغط يزيد الضغط يزيد فانا كده اعتبر مين؟ الضغط هنا هيبقى مين؟ يوم مين اللي يفتح؟ اللي هو المايترال ولما اقول مايترال كان اقول مين؟ 16 كده بتجيب مين اللي طيب تعالوا بقى على البنتك اللي هو انا بقى هتكلم عن الليفت بنتك الليفت مين؟ الليفت بنتك دلوقتي البلاط عمال ينزل منين؟ من لفت فنتركل من لفت اتريا من لفت اتريا ماشي خلاص طيب الفنتركولار فوليوم اللي هو حجم الدم في الفنتركل يزيد ولا يقل؟ يزيد عشان يزيد كلها بتخيل طب الفنتركولار بار فاتح ولا قافل؟ سؤال غريب في فاتح امال ده هينزل ازاي؟ واضحه؟ يبقى احنا قلنا شويه حاجات هم يعني لما اقول لك ايه اخبار الاتريا اللي بيزيد؟ يا اخبار المايترال بار ده بس خلي التاني ده مين؟ ده مسكر يا جماعه ده مسكر مش كده هو الباب زي ما هتلاقوا فيه قاعده كده يا اما واحد يقفل والتاني يسكر يا اما يقفلوا كلهم يعني قصدي يعني مفيش حاجه اسمها يفتح كلهم مفيش حاجه اسمها ايه؟ يعني نقفل كلنا اوكي لكن نفتح كلنا لا لو واحد هيفتح يتاني مين؟ سكر المهم عليه طيب خليك واحده اللي طب الدكتور الدكتور بيقول لنا هي ايه؟ اللي هو الضغط في الفيلم بيقول لنا هي ايه؟ هيزيد خلاص ماشي والسيميلونر بار اللي هو الايوت بار مسكر ماشي طيب انت ممكن تقول لي طب هل البريشر في البنت اللي هيزيد؟ هتقول لي هتقول لي في بلاد بيروح اكيد الضغط جواها ايه؟
حاجه بتعديها يا جماعه ما بتنطقه هيزيد لا مش هيزيد بقول لك حاجه بتعديها يبقى الضغط جوه هيزيد لا مش هيزيد يقل الضغط بس هي دي الضغط الواحد المنطق اللي حاجه بتعديها دي المفروض انت قلت له اه بس انا هقوله غلط ماشي ما تقوليش يقل عشان ما اقولش ده غلط غلط يعني ماشي هو غلط بس صح المهم بصوا معايا اللي بيحصل يا جماعه ان البنت بتروح للباب بس البنت في حاله ريلاكسيشن يعني مثلا في حاله ايه؟ فمنه بيرتخي يعني بيتسع عارفين ان هو لما ضرب يجي لك تقول له على الراحه ولا ايه؟ الساعة لما بيحصل تمدد التمدد بيعمل ايه؟ يقلل الضغط ولا يزود الضغط؟ يبقى برغم ان هو بيروح للباب لكن الضغط الضغط هنا ما بيعلاش قوي ليه؟ لانه بيحصل مين؟ سمول ريلاكسيشن تو اكوموديت مور بلاد عشان يستوعب مور مين بلاد خلاص؟ طيب الدفاع الدم يا جماعه هو بينزل كده بيعمل لي صوت بسميه صوت الرب اللي هو الفورس هارت ساوند فورس هارت ساوند الدفاع الدم مين؟ ايه كان مين؟ بس ده يا جماعه نورمال ما بيحصلش يعني دايما احنا عندنا اليوم اصوات القلب اربعه لكن اللي بيسمعهم فعليا هم اثنين الاولاني والثاني الثالث والرابع ده انت تسمعهم انت تسمع الثالث اللي هو الرابع ده اساسا الرابع ده قال لك انت تسمعه لو في حاجه اسمها فنتربرال ستيفنس او في تصلب او في هايبرتروفي الفنتركل اللي هو الايه؟ اللي هو اليسار او اليمين خلاص لما يبقى يا جماعه في هايبرتروف معناها تضخم معايا؟ اللي هي تضخم في الجو تضخم في مين؟ ففي الحاله دي الساعه اللي هي الكارثه بتاعت بنتك دي هتبقى كتيره ولا قليله؟ هتقل برافو لان لما الاولى يا جماعه تضخم تخيل الاولى تضخم هيبقى كده يبقى الساعه تبقى مين؟ تبقى تقل فالبنت كده عايز يدخل دم فين؟ إذا عايز يدخل دم في البنت يزود مين؟ عشان يدفع مين؟ انت بقى لا انت تخيلها معايا بطريقه حلوه ازاي؟ هو نورمالي البطن هو لازم ما بيجيبش صوت ليه؟ لان البنت كده هي بتسرع ف تخيل بقى ان قلت لك في ستيب في هايبرتروفي بسبب المال طبعا لها اسباب مش عايز اخش الموقع لما في تضخم في الجدار بتاع الفنتركل فلازم البريشر جوه مين جوه الاثنين يزيد قوي عشان مين يدفع مين؟ فاهم الصوت يعني مين؟ صوت بيسمي الصوت مين؟ الرب طيب يبقى في الحاله العاديه لما يبقى الهول مرخف كده ومفيش ايه؟ الصوت يعني اللي هو نورمال سايت يعني لكن اللي فيها هيبقى فيه الصوت الرابع بيحصل بنسمعه تخيل كده انا بقول لك في ستيفنس في الوول ستيفنس يعني في بقى صلب تخيل كده عشان تتخيلها يعني في كرة هوقعها على رمل الرمل ده يعني مش حاجه رخمه في كرة هنزلها على بلاط فهمت حاجة؟ مين اللي بتطلع؟ طيب خلاص فهمت حاجة؟ يبقى لما يبقى في هنا ستيفنس يحصل ايه؟ يحصل صوت كان رميت كرة على مين؟ على بلاط طيب نيجي بعد كده خلاص الدم نزل مش هندخل على مين؟ ندخل على مرحلة بعد كده البريشر هنا يا جماعه زاد شويه يعني مثلا هو كان صفر مثلا ففي دم نزل فعالي شويه مثلا خلاص وصل مثلا ل 8 مثلا ده في نهايه المرحله في نهايه مين؟ المرحله اللي اسمها مين؟ بعد كده ايه اللي حصل؟ الفيشة ده عباره ايه؟ مسكر اللي هو مين؟ ده اللي هو الايورتك الايورتك بار ده ليفت مين؟ عشان ما اعرفش بس
طيب دلوقتي اللي حصل بقى ايه؟ اللي حصل ان البنت بقى مليان بالبلد خلي بالك ان الاثنين دول يا جماعه البنت الاسد هيجيب كونتراكشن هيجيب مين؟ كونتراكشن خلاص؟ لما هيجيب كونتراكشن يعني هيجيب سيستول ايه رايك؟ حجم الدم اللي موجود فيه اكيد هو كان قبل كده في حاله مين؟ قبل كده كان في حاله مين؟ وعمال يسال مين؟ لا فايه رايك في البلد اللي موجود دلوقتي البلد ده؟ هل ممكن اسميه اندو دايستوليك فوليوم؟ هل اسميه اندو دايستوليك؟ خلي بالك هو هيبتدي يعمل سيستول يبقى الدم اللي متجمع فيه بيتجمع في الهيد دي الهيد دايستوليك يبقى الدم اللي موجود فيه دلوقتي ممكن اسميه ايه؟ اندو دايستوليك ان بسوق مين؟ لانه هيبتدي يعمل مين؟ لان خط العكس كده يسوق بعد كده هو خلاص هو هيبتدي يعمل مين؟ لما يجي يعمل سيستول هو عايز يجيب كونتراكشن عايز يجيب مين؟ اللي هو مين؟ ليفت فنتركل طبعا ده بيدير ريلاكسيشن خلاص ده اللي هو خلي بالك شوف الفنتركل عايز ينطبق عايز يقوي اكيد الضغط جواها ايه؟ هيزيد بقى اللي هو قلنا مين؟ قلنا مثلا كان زيرو هيصل لمين ها؟ قلنا كان في نهايه المحيط يوصل لمين؟ تمام هو هيقلع عن 8 شويه بقى هيبتدي يقلع عن مين؟ تمام خلي بالك الضغط دايما في حوالي 8 لما الاقي الضغط هنا اعلى من هنا فهمت حاجه؟ الضغط هيبتدي هو هيبتدي يعمل كونتراكشن فالضغط هيزيد عن مين؟ تمام يعني ايه يسكر؟ اللي هو المايترا يسكر عشان الدم ما ايه؟ ما يردش خلاص؟ فدلوقتي هلاقي مين؟ هيحصل صدى كلوجر لمين؟ المايترا البلد خلي بالك دلوقتي الفنتكر برضه الاورفت البلد هيورفت البلد مسكر برضه لان يا جماعه الضغط اصلا في الاورفت اسهل ده في نهاية الدايستول كان حوالي 80 من متر هنا كام؟ هنا 8 وطالع فوق وهيطلع ل 80 بس هو لسه عمال ايه؟ ما وصلش لمين؟ ما وصلش ل 80 خلاص انا ما وصلش ل 80 يبقى مين؟ وده عدى ال 8 هنا اصلا مرتفع هنا 8 طالما عدى ال 8 يبقى مين؟ إذا طالما عدى 8 يبقى إيه؟ عدى 8 هنا يبقى أنا إزاي؟ مين دلوقتي اللي حصل له صدر كلوجر؟ اللي هو اللي كان مقفول مقفول اللي كان مفتوح هيسكر يبقى هنا حصل حاجة اسمها صدر مين؟ صدر كلوجر لمين؟ للمايترال فالف يقوم يعمل له صوت يا جماعه اسمه فيرست هارت ساوند فيرست مين؟ هارت ساوند فيرست مين هارت ساوند لا يبقى لما اقول لك ايه هو ايه سبب الفيرست هارت ساوند؟ هو صدم كلوجر لمين؟ لا بقى خلي كلامك حلو بقى انت بتتكلم عن حاجتين شاطر صدم كلوجر لاي دي بالمز ايه دي؟ ما ده سكر واضحه؟ فالصدى كله ده بيعمل مين؟ يعمل صوت واحد يقول لي بقى طب يعني خلي بالك الصوت الاول والثاني بالذات احنا قلنا الثاني والرابع ده اصلا مين؟ ما بيسمعهمش اصلا ما المفروض نورمال ما يحصلوش ده لو حصلوا يبقى حاجه مرضيه ما قلت لك هنا في ستيتنس وجول نورمال يا جماعه ما فيش ستيتنس وجول ده دي حاله ايه؟ هل دي حاله طبيعيه؟ لا حاله مرضيه في ان في تضخم التالت والرابع لو حصل هنقول عليه حاله مرضيه. التالت ممكن يحصل نورمال في الاخبار بتاعك بس احنا دايما هنقول ايه؟ هنقول التالت والرابع ما بيسمعوش عادي يبقى المفروض لو سمعوا يبقى حاله ايه؟ مرضيه. الاول والتاني بيسمعوا. طب ايه سبب الاول والتاني؟ الفيرست والسكند هو الانغلاق المفاجئ
sudden closure of the valves. لو حصل sudden closure لل EV valves يعمل سقوط عمر. لو هيحصل sudden closure للسيميلون هيحصل استبعدين مش عارف ايه الاحداث. عشان تتخيلها انت عايز كل حاجه تتخيلها. لما بقول لك ان الباب دوت ماليش صوت في حالتين، لو هو مفتوح او هو مقفول. لو هو مفتوح او هو مقفول. لما اجي اتكلم يعني لما اجي اقفله يطق لما اجي اقفله يطق يعمل مين؟ صوت حاجه؟ اذا ايه السبب بتاع الكارثه بتاع السكن؟ صوت الكروز الباب كان مفتح جيت خط واضحه؟ طب هنا يا جماعه هنا في الحاله ديت انا بقول البنت في الباب هيدي الكونتراكشن والحاله دي بنسميها قصدي البنت في الحاله دي بنسميه كلوز شامبر. شامبر يعني غرفه. شامبر يعني لا بقول بسميه ان هو كلوز شامبر حجره مغلقه. ليه كده؟ ليه هو حجره مغلقه؟ ما يعني ده مسكر وده سكر خلاص بقى ايه؟ بقى البنتكل حجره ايه؟ مغلقه وبيدير مين؟ كونتراكشن. ايه رايكم؟ الفوليوم والزبلات هيزيد ولا يقل ولا لا يتغير؟ يتغير بس خلاص لا يتغير. ليه؟ لان هو انا لسه قايل لك ايه؟ انا قايل لك الاجابه من شويه بقول هو حجره ايه؟ مغلقه. خلاص يعني ما هو انت امتى الدم اللي فيه يزيد؟ لو هو في دم يزيد وانت الدم البي بي ان لو الدم هو مطرح دلوقتي لا في جاي ولا في ايه؟ خارج يظل ايه؟ يظل كما هو. نسمي ده نسمي المرحله دي ايه؟ نسميها ايسو. ايسو يا جماعه خدت في الدكتوره فايزه نوع من الكونتراكشن ايسوتونيك ايسوميتريك يعني سيم كونتراكشن بين طيار في مين؟ فده بنسميه ايسو بوليومتريك كونتراكشن. اسمه ايه بقى؟ ايس. ولكن في ساعات بقى تلاقي اسم ثاني ساعات تسميه ايسو متريك. تسميه ايسو ايه؟ ايسو متريك. ليه بقى ايسو متريك؟ لان يا جماعه انتوا عارفين عشان يعني حصل كونتراكشن بدون تغير في اللينس. ليه بقى ليه بدون تغير في اللينس؟ لان علشان يا جماعه يحصل تغير في اللينس يعني يحصل شرط لازم البلد ده يبقى له مخرج علشان الايه الفايبرز مين تقصر. لكن لما تضغط يعني انت بتضغط على الفنتكل والبلاد محدود جواه ده كده يبقى في مين؟ في كونتراكشن بس بدون تغير في مين؟ بيسموها ايه؟ ايسومتريك كونتراكشن. بس ده اسم مش حلو انا ما بحبوش. لكن الاسم اللي حلو هو الايه؟ اصل يا جماعه اي كونتراكشن لازم يبقى فيه شوك. اي كونتراكشن لازم يبقى فيه شوك بدرجه ايه؟ بس الدرجه بتاعتها شورتنج كتير قوي بنسميها اللي هو ايسوتونيك. شورتنج حاجه بسيطه خالص بنسميها ايسوتونيك. فالمهم الاسم الاصح يبقى مين؟ ايسوتونيك. هل الاورت بريشر بيزيد يا جماعه؟ ما بيزيدش واضحه. طيب ايه اللي حبس اللي فيه الجبل يعني انه حصل صوت بريشر بيزيد؟ المايترال باب ليه بقى؟ لان بدا البريشر يلعن مين؟ يلعن ثانيه. طب هو بيدير كونتراكشن يا جماعه بيدير كونتراكشن يعني بلاد محبوس جواه اذا عندك مثلا مليون مليانه ميه وعمال تضغط عليه اكيد بتاخد جواه ايه؟ تعرفين في نهايه هذه المرحله بنص الفيتامين بنص لمين؟ هو هنا كان صفر وصل لمين؟ 8 خلاص؟ بدا بقى يعني حاجه بسيطه قام جاي مين؟ قام جاي ده مسكر. يبقى كده ايه؟ كده هنا بطل مين؟ اذا دخلنا في مرحله ثانيه اسمها مين؟ ايسو انتكشن. صحصحوا معايا العمليه كلها مسلسل هندي ماشي؟ فوق كده ايه صحصحوا معايا. بدا ايه اللي يحصل بقى؟ نتيجه بقى الكونتينوس كونتراكشن يا جماعه الضغط زاد زاد اعلى من 80 بصوا معايا اعلى من 80 يلا شوف ايورتيك بعد يوم الايه؟ الايورتيك بعد اوبن اللي هو السيمينول واضحه؟
ويندفع الدم بشده، ويندفع الدم بشده نسميه رابيد اجكشن. يبقى انا دلوقتي هدخل مرحله ثانيه اسمها ايه؟ رابيد اجكشن. اجكشن كيس، رابيد اجكشن كيس هي تبقى ازاي بقى؟ لو عايز يرسم الرسمه، هذا مين؟ هذا الاتريوم. ده مسكر ولا مش مسكر؟ قافل. وهنا حصل بدا مين بقى يفتح؟ اوبن الايورتيك فالف بدا يفتح. طب الفيتك عمال يدير مين؟ كونتراكشن. والدم والضغط كان قلنا زيرو وصل لكام؟ 80. وصل اعلى من مين؟ 80. اعلى من 80 هنا يا جماعه؟ على فكره ده ممكن يوصل 120. ممكن يوصل كام؟ 120. 120 نتيجة مين؟ لأنه عمال يقل في مين؟ عمال يقل في مين؟ في الفوليوم، عمال يقل في الفوليوم، فكل ما تقل الفوليوم كل ما الساعة تقل. طيب ماشي، والدم عمال يندفع بشدة، هو فين؟ طيب هات دلوقتي يا جماعة الأيورتا، الأيورتا هل هو إن كونتينوس؟ إن كونتينوس يعني هل هو يعني فاتح على الفنتريكل؟ فاتحين على بعض يعني؟ فاتحين. طيب طالما فاتحين على بعض يبقى الضغط بتاعنا واحد. يبقى الضغط بتاعنا واحد. يعني الضغط هنا 120 وصل 120، هنا كام؟ 120. شطار، انتوا كده 100 انتوا كده 100 100. خلاص؟ بس خلي بالك بقى، خلي بالك. الدم اندفع دلوقتي بشده فين؟ في الايورتا. اللي هو كان برضه مدرب شده فين؟ في الكرمان. بس خلينا احنا دايما يعني خلينا في ناحيه الشمال اليسار. المهم دلوقتي الانفع طب الايورتا ده يا جماعه فيه لاستيك فايبرز، في لاستيك مين؟ ثابت يعني ثابت. لما تعافيه قوي بالضبط يتمدد. يا سلام يا سلام، انا حلو قوي. يقوم يتمدد شويه. هتقولي الضغط يقل هنا؟ لا، يقل ايه؟ ما هو بيروح يقل هو بيتمتع علشان من كتر الزحمه، من كتر الرطوبه. فما تقولش الضغط هيقل؟ ما تقولش الضغط هيقل؟ ده هو بيتمتع لان هو الضغط معبي، هو معبي ده. هو انت يا جماعه الضغط يقل لو الساعه زادت والحجم زي ما هو يعني لو الحجم كان 120 مثلا بس الحجم زاد يعني او في كمين بلاد الحجم ايه؟ الحجم زاد، لكن ده الحجم زاد نتيجه ان هو معبي اكتر. معبي اكتر يعني في مور بلاد، يبقى في مور ديستنشن. ما علينا المهم، ما دي هنستخدمها يا جماعه، دي هنستخدمها. عارف اللي هو القش مش عارف الابيض ينفع في اليوم الاسود ولا الايام كلها سوداء؟ مفيش ابيض فيه، وفي اشاره المهم. طيب اخبار الاتريوم يا شباب، الاتريوم دلوقتي عمال كان عمال ايه؟ لا ده هو حتى من هنا كمان، من هنا بدا مين؟ انا نسيت اقول لكم هنا ملاحظه حلوه. ايه بقى الملاحظه الجميله؟ اللي هو الايزوكلوتيك كونتراكشن. لما الضغط هنا في البنت زاد ولا ما زادش؟ زاد قوي، زاد حتى من 8 كمان. 88 دي زيادة بسيطة ولا عالية؟ عالية. فحصل ضغط على مين؟ على الكاسب. طبعا هنا في حاجة اسمها ايه جرين؟ فحصل بارجي جدا الرينج دي. بس خلي بالكوا حصل بارجي، يعني هي ارتفعت البلط بتاع، ما تفكرش ان البلط ارتفع يعني. حصل بارجي يعني ايه؟ يعني ايه برينج دي بقى وضعها مثلا هنا مثلا؟ انتوا حاجة ارتفعت، حصل بارجي. فلما حصل بارجي الساعة بتاع الاتريوم يوم الضغط يزيد. طب خلي بالك، طب هنا كان الاتريوم بينقبض، يبقى الضغط في الاتريوم بينقبض ولا الارض الضغط في الاتريوم يزيد ولا يقل؟ يزيد صح. طب بدأ الكونتراكشن في النهاية بقى، في نهاية المرحلة بدأ الكونتراكشن يقل. يقوم مين اللي يقل؟ الضغط. ده يا جماعة حاجة اسمها ايه ويف، حاجة اسمها مين؟ ايه ويف يعني ايه ويف؟ يعني البريشر زاد، واضحة؟ طيب هنا اللي حصل يا استاذ محمود،
هنا كان الضغط عالي وبعدين وطي صح؟ اسمها ايه؟ ماشي؟ وفي الايسو بوليومتريك كونتراكشن نتيجة الضغط العالي او فين؟ في البنتريك عمل بالجن يعني بتاع يعني جاني يا جماعة بصوا كان السقف ده مثلا ضغط زاد فالسقف عالي فوق شوية يعني او دخل الغرفة اللي فوق شوية يقوم يقلل السقف بتاع مين؟ لما السقف تقل شطار حاجة اسمها سي وي حاجة اسمها مين؟ سي وي هنا احنا دخلنا في مرحلة اسمها رابيد اجكشن البنت اللي نزل بيدير مين؟ بيدير كونتراكشن بيدير مين؟ كونتراكشن والفلاد عمال مين؟ عمال ايه رأيك البلاد فوليوم فيه؟ يزيد ولا يقل؟ مين ده يزيد؟ لا تكريز قلت البلاد فوليوم بتاع البنت ماشي هيقل مش هو هيمشي هيقل لانه مين؟ مشي لانه بيفضل لانه بيفضل خلاص ماشي طيب طب هنا لو انتوا خليها بعد سموه ايه؟ كنت عايز اسمه حاجه ثانيه الشباب يبقى الدكتور فوليوم هيجيين هبطل لانه عمال مين؟ ده بالعقل يا جماعه يعني الحاجه مش محتاجه مذاكره ولا محتاجه حاجه خالص وده تخيل طيب اخبار الكشف الليتريك ايه بقى؟ خلي بالك اللي حصل ان طبعا البنتجر الليتريك عمال يستقبل مين على فكره برضه طبعا عمال يستقبل مين؟ يستقبل بلاد اللي هو راجع من اللي هو البلمونري سيركيليشن اللي هو البلمونري فين؟ عمال يرجع له مين؟ طبعا وهنا برضه عمال يرجع دم فين؟ عن طريق السبيل نادي الكعبه ملك عبد الملك عبد ليه لان الاي بي برضه مين؟ مسكره وعمال يسال مين؟ ثم عمال يسال برضه الضغط فيه عمال ايه؟ عمال يسال بس هو قال لك هنا في المرحله دي اللي هي ده الاجكشن بيقل ده زي ما انتم شايفين او هنا خلاها المنظر ده احسن هنا زاد وقل وهنا زاد وبعد كده قل وبعد كده بدا يزيد ليه بدا يزيد يا مان؟ هنا ايه وهنا سي ليه هنا قل قوي شويه؟ قل شويه قل شويه بص ها؟ لان الفرق بسبب ان الضغط البص ده نزل لتحت انا بسالك في الاجابه صح؟ هيبدا ينزل تحت لان الدم تحت قلب الدم هنا مين؟ قلب بسبب الفوليوم فينزل ينزل متاكده يعني؟ طيب ماشي طبعا غلط مين يا جماعه مين اللي مش هنا مش هنا؟ هنا كان في كونتراكشن صح؟ وهنا في مين؟ كونتراكشن بس الكونتراكشن ده يا جماعه كان هنا كلوزد شامبر كان الكونتراكشن مين؟ ايسو مين؟ ايسومتريك يعني انقباض بدون تغير في مين في اللانس هنا يا جماعه البلود بقى له مخرج طالما البلود بقى له مخرج يبقى في مين؟ شورتو لو حصل تشينج في اللانس انسان الكونتراكشن هيعمل حاجه هيبقى ايسوتونيك هذا مين؟ طيب انت عندك عضله هنا اسمها بابيلر المصري بابيلر المصري دي ايسوتونيك يعني ايه؟ يعني اللانس مين؟ الاسبوعين يعني بتقصر بشده في مين؟ لما شفت الكورتين دي العكس بقى العكس السقف اللي كان طالع لفوق ينزل يقوم السقف يقوم الضغط يقل هيقل حاجه بسيطه بس ايه يا جماعه بسرعه وبعد كده يرتفع تاني ليه بيرتفع تاني؟ لانه عمال يعمل عمال يعمل عمال يعمل يعمل ريسيفنج منين؟ البلاد سواء الليفت يعمل ريسيفنج البلاد منين؟ هنا او مين او رايت بيعمل سبين مين واضحه وقلنا في الفرد جيكشن الضغط دي اللي كان بكام؟ من 80 مين؟ صح والاورتك بارك الايورتك بريشر اللي هو زاد ممكن 80 زاد 120 لان هو نفسه هو دلوقتي يا جماعه البلط اللي في البنت في الاقل شويه لان في كمان ضخم ف بس مازال في كونتراكشن مازال في مين؟ كونتراكشن ومازال في ايجكشن بس اكيد الحاجه لما تفتح في الاول يعني لما تلاقي مثلا عندنا في مصر مثلا في حاجه اسمها الاتوبيس اللي هي الحافله هنا عندنا في مصر في ليبيا الاتوبيس ده
كان ما اعرفش ما يدري لا لسه موجود دلوقتي حكايه الزحمه عارفين الزحمه لما يجي الاتوبيس يجي على المحطه ويجي يفتح تلاقي الناس تندفع مين؟ تندفع بشده بعد كده الاندفاع يعني خلاص ما هي نفسها برضه يبقى هنا في رابط مين؟ رابط اجكشن هيبقى هنا مين؟ سلوب اجكشن يعني ما زال يا جماعه ما زال انا ايه ما زال في كونتراكشن بس الدم اقل ما بيندفعش بشكل مندفع بس وبطء سلوب مين؟ فتخيلوا كده ايه اللي يحصل؟ ايه الاحداث؟ برضه نفس الكلام بدات في وده برضه فيها هي نفس الاحداث تقريبا يعني فاهمين حاجه؟ نفس الاحداث بس هنا انتوا عارفين ايه الحدث اللي هو هيبقى اولا الضغط جوه الاثيم هيزيد بقى ليه بقى هيزيد؟ لانه عمال مين؟ ايه سي دخل في حاجه اسمها بي وي ايه سي ومي؟ ايه اللي هي كانت الاثر سيستم؟ ايه الاثر سيستم؟ سي اللي هو كونتراكشن فعلا بنت كونتراكشن اللي هو ايزو فلويد كونتراكشن بعد كده بدا بقى هو قل شويه هنا في الريد كونتراكشن بس بعد كده طلع تاني وطلع على طول بقى ليه؟ لانه عمال يعبي مين؟ دي طالما الضغط يزيد بنسميها الفيو يعني هما الدكاتره يعني ليه سموا الاسماء ديت؟ مش معروفه يعني كيف الاي والسي والفي اللي هنا قال لك ايه ده احتمال الاف والسي لانها مش عارف ودي اللي حصلت لانها الفوليوم والزبلات زاد في مش عارف الاف سموها في ما تشغلش بقى سموها زي ما سموها خلاص المهم ايه سي بي دي هتقعد يا جماعه بعدين حاجه اسمها جاجولر بلس كير بعدين المهم دلوقتي البلد طب البلد في البنتكل هنا افضل ايه؟ شاطر بيقل خلاص ماشي؟ طيب ال طالما البلد بيقل يا جماعه يبقى اذا طالما البلد بيقل يبقى الضغط هتبقى مين؟ يبتدي يرجع خلي بالك بقى انا كنت زيرو بعد كده كام؟ عارف عن 8 عارف عن كام؟ 80 عارف عن 80 وعارف 2000 وصلت كام؟ 120 ارجع تاني ارجع تاني لمين؟ 80 ارجع تاني لمين؟ 80 الضغط في الحقيقه وخلي بالك الضغط هنا هو ايه؟ هنا برضه وهنا برضه يعني كان 120 هيرجع لمين؟ 80 ده فين؟ في مرحله اسمها مين؟ سلو اجكشن ايه اللي حصل بقى يا شباب بعدها؟ اللي حصل ان اتحول بقى بدا الفنتكل هيريح بقى start to contract يعني انا بقول لك ايه هي المراحل اللي بيبقى فيها الكونتراكشن في البنتكل؟ تقوم تقول لي ثلاث مراحل هم مين؟ ايزوكونتراكشن المراحل دي كلها يا جماعه اسمها فنتركولار مين؟ كونتراكشن سيستول اوكي فنتركولار سيستول فنتركولار مين؟ المراحل كلها يا جماعه حوالي سبع مراحل مين؟ مراحل من ضمن ثلاث مراحل كان البنت مين؟ هي القلب يبقى اكيد المراحل الثانيه البنت في شطار طيب البنت اللي قلنا بقى هنا قلنا هنا بدأ ها بدايه الانقراض هنا بقى هنقول بدايه الانبساط هتلاقيها من درسيه اوكي ايه اللي حصل حصل بقى الفنتكل هيبتدي ريلاكس
خلي بالك بقى شوف اللي حصل بقى ان الضغط بدا منين؟ لا ده كمان ده هنا بقى يعني في نهايه المرحله ديت هيقل عن 80. هو هنا هنا 86 خلي بالك الضغط يا جماعه في الايورطا 80 120 ينزل 80 يعني 120 لكن في البنت كده انا بدات من صفر وهرجع ان شاء الله لصفر وهرجع ان شاء الله لمين صفر؟ بس شوف بصفر كام؟ 120 وارجع تاني صفر واضحه؟ الايورطا لا 80 ورا 120 ارجع ل 80 لكن في البنتجر من صفر اوصل 120 وارجع ثاني صفر. المهم بدا بقى ايه؟ بقى يعني في نهايه المرحله ديت هي في يعني لما بقول لك نهايه المرحله دي يعني كاني بقول لك بدايه مين؟ المرحله اللي بعدها. لما بدا بقى يقل عن 80 خايف قدام مين؟ رد من الايورتا فحصل صدم كلوجر انا جاي مسكر هنا اللي هو صاد مين؟ كلوجر اوف اورتيك فالف. هنا كان صاد كلوجر مين؟ ماين فالف. هنا صاد كلوجر مين؟ اورتيك فالف. اورتيك فالف يقوم مين؟ الباب لما يخلص يعمل صوت. هيجيلي سكند هاي سكند سكند مش باب سكند باب انتوا ممتازين ما شاء الله. يبقى اذا بدايه الانقباض يحدث الصوت. فيرست اوف سكند بدايه الانقباض يحدث الصوت اللي هو الصوت الثاني ما بين الصوت الاول والصوت الثاني هي فتره مين؟ انقباض. ما بين الصوت الاول والصوت الاول يا جماعه في بدايه الانقباض الصوت الثاني ده في بدايه الانقباض. يبقى اذا ما بين الفيرست وبين السكن هي فتره اسمها يعني ازاي اعرف ان فتره السيستول الفتره اللي بتمر ما بين الفيرست ومين؟ السكن. فتره الدايستول اللي ما بين السكن وما بين الفيرست اللي جاي بعد كده يعني اطول هتبقى ان شاء الله اطول. اه ماشي طيب ربنا يطول في عمرك بس اطول عرفتي ليه اطول ليه يعني؟ لان فيه 3 و4 نحن ما نسمعوهنش بس انه يسيرا نعم. فال 3 وال 4 اللي هو الصوت الثالث والصوت الرابع هو ما نحن ما نسمعوش هو يعني كان في صوتين حصلوا بعد كده هتيجي ان ده لا هي ال 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 ده ما خلي بالكم يا جماعه كل مرحله لها زمن مش كل المراحل لها زمن متساوي بس عموما دايما السيستول انا قلت حتى يعني من رحمه ربنا دايما السيستول يبقى قصير وكل ما قصروا خير وبركه ليه؟ هنا بقى توسع جزء بقى توسع فتره مين؟ قد الفتره اللي فقد فرصه البنت ان هو يعدي. اوكي خليك معايا خليك معايا قبل ما تنعاد ليكن تكون السيناريو ضاعوا من دماغك خليك معايا. هنا بدا البنت ريلاكس. بدا البنت ريلاكس. قلنا بقى ايه الحدث الجوهري قوي ان حصل صدم كلوجر مين؟ او سيمينونا فعمل الصوت مين؟ خلي بالكم البتاع ده يا جماعه اللي هو المايترال كان مسكر اصلا فاصبح الفنتريكل ولا مايترال مسكرات حجره ايه؟ حجره عشان يبقى كلوز مين؟ خلي بالك هو هنا كان كلوز كلوز شمال ويركب هنا كلوز شمال وايه؟ ويرتخي. طب البلاد خلي بالكم انا مره قلت لكم ما تتخافش ان البلاد الجوبي ايه؟ بيطلع كله هو بيطلع كله من البلاد مين؟ يعني هنا في جزء من البلاد موجوده بقى ده اسمه ايه؟ ايه الستروك فوليوم؟ عارفين ايه الستروك؟ كلمه الدم في نهايه السستور في نهايه يعني هو هنا ده السستور طبعا هو ما ضخش حاجه يعني في المرحله هنا ضخ وهنا ضخ اتبقى كلمه اسمها ايه؟ انت سيستوليك فوليوم. امال كان هنا كان اسمها ايه؟ وليكن مثلا هنا عشان مثلا 130 مللي مثلا ضخ هنا مثلا حوالي مثلا قول 40 وهنا ضخ حوالي 30 40 و30 يعني 70 بقى كام؟ 30 يبقى 130 كام؟ 60 مللي. انتوا ضعاف في الحساب ولا ايه؟ 130 ضخ 40 و30 هم 70 يعني 70 مللي حاجه اسمها ستروك فوليوم ستروك بقى كام؟ 60 ده 60 اسمهم مين؟
in the system of motion. In the system of motion. شطار. طيب هنا يا جماعة دلوقتي هو طب هل البولوم دوت اللي هو 60 مللي لتر هل مثلا زي هيزيد وهيقل؟ لا ثابت. ثابت. لا حجرين. وبيرتخي والفوليوم ثابت اسميه ايسو ايسوتونيك ايسو فوليومتريك ريلاكسيشن ريلاكسيشن فيز. اسمها ايه يا شباب؟ ايسو فوليومتريك ريلاكسيشن فيز. ما الحدث الجوهري؟ هتقول لي الحدث الجوهري حصل صاب انكلوزر للايوف بالباط او سين ينفع اعمل له صوت؟ حجم الدم بقى اللي موجود فيه بسميه ايه؟ انفلاسيشن. اخبار البروجر ايه في البروجر؟ طب خلي بالك طبعا هو عمال ايه؟ وعمال ريلاكس يعني شوف كان ضغطها كام؟ شوف خلي بالك كان زيرو لثمانية اعلى من 8 80 اعلى من 80 نزل لمين؟ لا ده هنا بقى نقول له ايه كما كنت انزل كما كنت كما كنت انزل للصفر انزل لاصفر ارجع لمين؟ لاصفر. واضحه؟ طيب ماشي كده. هلا خلي بالك بقى ان في نهايه المرحله ديت اللي هي بقى بقى نزل مثلا للصفر ونزل لاثنين هو الضغط كان كام؟ 8. يبقى اذا في نهايه هذه المرحله لما يوصل للصفر هيبتدي مين بقى اللي بقى عالي؟ ضغط في الاتفل. ضغط فين؟ الاتفل. ضغط الاتريوم. فيبتدي الميكروبار يفتح وتركها في الضغط ويحدث فيلين يحدث امتلاء. يحدث مين؟ امتلاء. اكيد الامتلاء الاول بيبقى سريع. تحت البوابه زي ضغط فيه بقى تحت البوابه تلاقي الناس ايه؟ جاش متوعين مره واحده كتير وبعد كده يطلعوا ايه؟ فهيحدث بقى هيحدث فيلنج الايفنت كده في حاجه اسمها رابيد فيلنج وسكوت زي ما في مين؟ اوكي؟ طيب يلا يا شباب طيب اخبار البريشر هنا ايه؟ اللي هو هيفضل عند كام؟ 80 طيب فحصل بقى ان اللي هو البرجر هنا هيبتدي بقى مين؟ يعني هو قلنا في نهايه المرحله يوصل لمين؟ فيقوم جاي مين؟ مين اللي يفتح على طول؟ المايترال مين؟ يلا يا شباب هذا الاتريم مثلا هو فتح وقتها البنت كده خلي بالك الحاجه اللي هي تمددت فيها تمام الضغط ده بقى مين؟ ده بقى يقل عارفين الاستك اللي انت كنت بتشيله؟ فهيرد الحجم النورمال حاجه اسمها ريكويل عارفين يعني ريكويل؟ يبقى هنا هيحدث مين؟ هيحدث بقى ريكويل هيحدث حاجه اسمها مين؟ ريكويل اللي ريكويل الاستك ريكويل الاستك ريكويل الاستك اللي احنا شدناه هيرتخي بقى ماشي خلاص واضحه طب انتوا عارفين لما الاستك يرتخي هيحافظ على الضغط يحافظ على الضغط ده ما يقلش ليه بقى؟ انت كده بتقلل السعه يبقى ايه؟ يبقى ترفع مين؟ ترفع الضغط لما تقلل السعه ترفع الضغط يعني قصدي هنا ليه حصل هنا الكويل دي؟ كل يا جماعه لان الضغط قل من 120 مين؟ 80 انا عايز احط 80 انا مش عايز ينزل عن 80 يا جماعه فلازم مين؟ يحصل الكوين عشان نحافظ على مين؟ الضغط اللي هو مين؟ التحتاني اللي هو 80 اللي هو 80 ما يقلش مش عايز يقل عن 80 طب وهنا طب هنا ليه حصل؟ طب ليه ما حصل ديستنشن؟ حصل ديستنشن لانه مش عايز يزيد عن 120 فهمت حاجه ولا لا؟ يعني هنا انا مش عايز يزيد عن 120 وهنا مش عايز يزيد ايه اللي مش هيخليه بقى يزيد عن 120؟ لا يحصل ديستنشن الاسيد ده هشده متوسع
طب ايه اللي يخليه ما ينزلش عند اليمين؟ الركوع. لو انت شطار، لو انت شطار، ايه رايك اني عندي دلوقتي استكمال عمال اشد وعمال مين؟ ينقط يعني ينكمش. ايه رايك لو هذا الشخص ده لما انت كان يا جماعه لما يكون الاستيست بتاع الايرتا فيري ويل يعني فيري جود يعني ممتازه كويسه. تخيلوا في ناس بتجي لها حاجه اسمها تصلب شرايين. تصلب مين؟ شرايين. اثيروسكلوز. تصلب حاجه صلبه. يعني اذا المرونه ايه؟ المرونه سوف تقل بتاع الموصل. تخيل كده ان الاورطه بتاعتها ديت كانوا مين؟ كانوا انبوبه حديد. اسطوانه حديد. لا في تمدد ولا في ركوع، مفيش تمدد السيستوليك يعني في السماء. مفيش ركوع الدايسوليك ينزل في الارض. وبالتالي الفرق ما بين السيستوليك والدايسوليك في الحاله دي هيزيد ولا يقل؟ هيزيد. دي حاله مرضيه بعدين هنتكلمها. فانتوا انا معلش انا يمكن بلده الاحداث شويه بس لما تقروا ان شاء الله هتفهموا كل حاجه واضحه؟ طيب خليكم معايا. هنا بقى قلنا بدأنا بنتك اللي هنا مين ها؟ هنا اللي هو ايس والميتر فلكسيشن وبدأ بقى مين؟ بدأ الضغط في البنت اللي قال مين؟ فتح مين؟ المايترال فالف ودفع الدم مش من مين؟ نسميه بقى ايه؟ نسميه المرحلة دي رابيد فيلينج. دفع الدم بشدة. أخبار البشرة دي سكت. لو أنت شطار أنت عارفين الحالة اللي كل البابلز بتسكرها هي إيه؟ هي أيسو أيسو. هي أيسو أيسو. يعني أيسو بالمتر كونتراكشن كله سكت. أيسو بالمتر كله سكت. بس خلي بالك هو كان في واحد مسكر في واحد هيسكر جديد. يعني هنا كان في واحد مسكر واحد هيسكر جديد اللي هو مين؟ عمال بيصوت مين؟ هنا كان في واحد مسكر وواحد كان مفتوح هو اللي هيسكر. يعني مين السكر؟ واضحه ولا بس؟ يبقى الاي في باربس هي تعمل الصوت الاول الانغلاق من اي في بارت يسبب الصوت الاول فيرست الانغلاق المفاجئ السي نورمال بارت يسبب نيجي بقى الاخ اللي قاعد على القهوه الاخ اللي قاعد على القهوه ده يقول لي يا دكتور يعني مين اللي يقفل يعمل الفيرست مين اللي يقفل يعمل السكند قال لك ما اس اس اللي هو قاعد على القهوه يعني ايه اس اس؟ سيمي نورمال وانا مغمض انا يا جماعه في شويه حاجات كده ما تتوهش في الامتحان بتاعي ايه سبب السكن؟ سيمي نورمال انغلاق مين؟ يبقى خلاص يبقى ايه سبب الفيرس؟ اللي هو الثاني اللي هو الثاني اللي هو الايبي بالبس واضحه؟ فهمتوا ازاي؟ يا جماعه الذكاء ما هو الذكاء؟ الذكاء هو ربط العلاقه بين الاشياء ده رقم من نوع من حاجه اسمها تعريف الايه؟ الذكاء. الاخ اللي على القهوه ده دايما ذكي اهلاوي فين يعني فهلاوي؟ طيب ماشي نرجع للموضوع انتوا دلوقتي فهمتوا حكايه الاسم على القصه؟ طيب ماشي تقول لي بقى دلوقتي اخبار البريشر هنا خلي بالك هنا البريشر في الانترم كان كده كان نفس النظام انتوا فاهمين حاجه؟ كان يعني قمه الدي ليه قمه الدي؟ لانه هو كان قمه الايه؟ يعني قمه الامتلاء قمه مين؟ الامتلاء خلاص هو عبى خالص عبى خالص هنا بدا مين؟ بدا يفض بدا مين؟ يفض لما بدا يفض يا جماعه البطاطس جواها ايه؟ ايه ايه واضحه؟ البطاطس بدا ايه؟ بدا سهله؟ وايه كمان ايه بقى كمان؟ ايه كمان اللي حصل؟ اللي حصل من خلي بالك هو كان هنا في مين؟ انت مين؟ اللي هو كان دخل شويه بلاد دخل شويه بلاد اللي هو بتوع مين؟
ترابت مين؟ فيلم. يبقى البنتريكل عمال مين؟ البوليوم عمال يزيد. البوليوم عمال مين؟ طيب والضغط نوع نزل مهنا ثاني؟ هتقول لي هنا الضغط بقى اخباره ايه هنا عشان الضغط كان مين؟ كان صفر؟ هو بقى ضغط بيتراوح ما بين مين؟ الصفر والاثنين، الصفر والواحد. ليه بقى؟ تقول لي ما هو بيجي له دم، هو قلت لك اه بيجي له بس هو عمال مين؟ عمال يتسع عشان يستوعب مين؟ البلد. المهم طيب ناخد بقى المرحله اللي هي دخلنا اللي حصل بقى ايه بقى؟ هنا في فيلينج بس كان الفيلينج سليم. فالفيلينج هي اللي بقى يسميها ايه بقى؟ سلو سلو فيلينج. معايا يا شباب ولا لا؟ دخلنا في مين؟ سلو فيلينج. في سلو فيلينج فين؟ اللي هو عارف كان اسمه دايما هو نفس الاحداث يعني ولا انتوا هتشوفوا حاجه قبل نفس الاحداث يعني ايه؟ يعني بضع عمال مين؟ وده طبعا مسكر، ده مسكر. هنا خلي بالك بقى لما حصل هنا بقى ليه حصل صاد بروجر هنا؟ مين؟ قلنا السيميليون السيميليون اللي حصل ان قلت لكم الضغط هنا بدا يقل عن مين؟ كان خايف البلد يرد. البلد بقى يا جماعه بصوا بصوا البلد بقى كان البلد دي فتحه كده بتاع الايوبيك او بتاع ده الفيلم اللي تحت. فالبلد بدا يرد بقى بدا يرد يعبي الحته دي البلد يرد يعبي الحته دي قام جاي مين؟ قام جاي هم كانوا كده قام جاي قفلوا على بعض ده اللي هو مين؟ وعملوا الصوت مين؟ ده هيقل هيعمل انخفاض شويه في الضغط يا جماعه في الاورطه ليه ده بيعمل انخفاض؟ دم هو لما الدم كان رايح يطلع فوق رضي رد تحت بدل انت فوق رد تحت يبقى الضغط في الايورتا هيقل هيقل نتيجه الايه؟ الرجوع بتاع اللي هو الرجوع المفاجئ ده ماشي بس ايه بس هيقل حاجه بسيطه وبعد كده هيرجع تاني هيرجع تاني لان بيحصل مين؟ بيحصل ضغط اللي هو مين؟ ريكويل اللي هي الريكويل اللي هي الريكويل هنخلي هنا الريكويل بس في المنحنى هتبقى بقى واضح منخفض معايا. يلا يا شباب دلوقتي في بلط عمال يروح لمين؟ خلي بالك كان اول كان في كام؟ 60 وبعد كده الجماعه بتوع الرابي مين؟ وبعد كده بتوع مين؟ الاستوفيلي يبقى البلط عمال مين؟ يزيد والايوت البارك مسكر والضغط بتاعه يعني اراوند 80 طب والبريزر في الميت ريم عمال برضه عمال ايه؟ عمال ايه؟ لا ولان عمال مين؟ يضغط بعد كده بقى خلي بالك بقى كان مين في المية بلاد دي؟ هم كانوا متعاملين فين؟ يلا 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 يا شباب مش هقعد بقى عشان ندخل في مين؟ هو يفضل ده اللي هي الكميه الباقيه لما يفضل الكميه الباقيه يبقى هنا بقى يبقى هنا بقى اللي هو بقى مين؟ انت اند سيرو فوليوم اند اند لا اند سيرو فوليوم اند سيرو فوليوم وعليه شويه اكتر من ده الفيلم وعليه شويه اكتر مين؟ وعليه شويه اكتر مين؟ فتعبى قوي فتعبى قوي دي بقى اسمه ايه؟ هنا خلاص هنا خلص الدايسون خلص مين؟ خلص الدايسون بتاع مين؟ يا جماعه لا في السنه كده جاي كان في كونتراكشن هنا خلص الدايسون بتاع البنتريكل فهنسمي الدم اللي موجود في البنتريكل ان نوع كام 100 وكام؟ 130 ضخمنا 30 وصلنا لمين؟ هيبقى يعمل مين؟ يعمل ريلاكسيشن يعني ايه؟ يعني دايركت سيستم يبقى الدم ده اللي هو الموجود في نهايه مين؟ ده يا جماعه دي الفتره دي هي نهايه السيستم وبدايه السيستم
فسمها النهايه النهايه دايما بتكلم عن نهايتها اسميه انتو ان سيستول اسمه ايه الكمية المضخط وما استرونج ولا بقى يعبي بقى يعبي شوية هنا في الفيلم وبعد اسمه فيلم وبعد كده عبي أكثر هذا أسمه استرونج مضخط تمام كبير يعني في حاجات كتير بس هنتكلم عنها دلوقتي بس اوكي